اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده هيكون معانا في الجزء الاخير من هذه الحلقه محمد جمال. محمد جمال بالمناسبه كان عنده رؤيه او حاجه قالها يوم الاسبوع اللي فات على امين عمر، قال لك مفيش حكم اجنبي هيجي في مباراه الزمالك وبيراميدز، وامين عمر هو كابتن محمد امين عمر صح؟ محمود البنا، كابتن محمود البنا صح؟ ماشي، مفيش مش كلهم واحد. انا بالنسبه لي كلهم اخواتنا يعني. وقلت ان محمود البنا هيبقى حكم، كنت عارف حاجه عن الموضوع يعني؟ كانت معلومة يعني، كانت معلومة كده، وحبيت ان انا اقولها، وان انا كنت عندي معلومة فعلا ان كابتن محمود البنا هقول المعلومة. طبعا ان ما كانش هيبقى فيه حكم اجنبي. أوكي. زي ما اتكلمنا عن الفترة اللي فاتت ان طب ليه مش حكم اجنبي، ان ولا الزمالك طلب ولا بيراميدز طلب، فالتوجه كان لحكم مصري، وكان المصري ده بالنسبة للجنة الحكام هو ساعتها محمود البنا. كابتن محمود البنا، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الفل يا كابتن. كله كويس؟ زي الفل. جيمي حافظ برضه بيقول لنا اخبار اول باول. لا جيمي ما شاء الله معلوماته في الحاجات دي يعني مش سهل. الحكام والتقطيع. طيب بالمناسبة احمد، النهارده واحنا قبل ما نتكلم عن مباراة الاهلي النهارده او بكره ان شاء الله، او النهارده خلاص عدت. طيب النهارده كان في اجتماع ما بين لجنه الانديه او رابطه الانديه المحترفه واتحاد كره القدم ولجنه الحكام برئاسه كلاتنبرج. من وجهه نظرك هل من الممكن ان نرى تطور بعد هذا الاجتماع؟ يعني انا بتخيل انه اي تطور اتحاد الكره مش اساسه، يعني اتحاد الكره فعلا مش هيكون هو اللي بيحل الاشكاليات العالقه دي كلها، انا بشوف ان ده تطور لا يعول عليه. لانه لو كانت القصه كلها ان احنا نعمل اجتماع عشان نلم الدنيا او نتفق هيتقال ايه او نتفق ايه اللي هيحصل او نتفق ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه، فده شيء بره الاطار السليم للموضوع. الكلام اللي طالع من جوه اللي حصل النهارده يعني، او ما تنامى الى اسماعنا كمتابعين، انه الكلام كان كله يعني من يتحمل المسؤوليه، من يلقى عليه اللوم، وده والله مش وقته يعني، هو على راسنا كلنا، بس هو والله مش وقته. الدنيا بايظه لدرجه مش ده وقته خالص. لو في حد ما عايز فعلا انه يحدث تغيير فعل في المساله دي، لازم يحط اتحاد الكوره في مسؤوليته تجاه لجنه الحكام، وده كلام ما فيهوش اي عيب، ما فيهوش اي اشكاليه. فكلاتنبرج يعني وعلاقته بلجنه تعيين الحكام او اللجنه المنبثقه منه، انا بتخيل ان ده كان على صداره الاولويات، لانه ايا كان الفلتر اللي هو شايفه لنفسه كلاتنبرج هو مش راضي عنه، اللي انا متاكد منه انه مش راضي عن اللي حاصل كله في الاطار ده، وهو يشعر ان هو محتاج مزيد من الحمايه. مزيد من الحمايه من الناس اللي تعاقدت معاه هم الاتحاد الكوره، اللي قالوا له تعالى طور لنا التحكيم في مصر. فانا بتخيل انه اي تعديل مش اساسه اتحاد الكوره، انا بشوف ان ده تعديل لا يعول عليه اطلاقا. هنا انت تقصد ان اتحاد الكوره لا يتدخل في عمله صح؟ لا يتدخل، هو اتحاد الكوره لكن يهيئ له الاجواء. يهيئ له الاجواء، انا مش بقول ان هو يحدث تغيير يلا دلوقتي حالا نغير، لا، بس هو الدنيا كلها انه الراجل يحمى. لان الراجل بغض النظر احنا متفقين او مختلفين على اللي بيحصل، انا مش شايف حتى ان دور كلاتنبرج بيتم تقديمه بنسبه 100%. يعني انا بشوف انه فكره انه يطلع بس الفيديوهات والشروحات والحاجات، انا كنت متخيل حاجات تانية، تحديث اعمق من كده يعني، دي حاجات ممكن اي خبير تحكيم يعملها. ولكن خلينا نقول ان وجوده كراجل فير اكيد ملوش دعوه باهلي وزمالك، ملوش دعوه باي حاجه، وجود على راس المنظومه، وجود واحد بالليفل ده درب حكم مصر، دليل ان يعني بعض الانديه بتحاول ان هي يعني تقطع في النهار بالظبط بدون داعي وبدون اي مشاكل، وحاجات ما عيبها مش كلاتنبرج، وحاجات بينتقدها كلاتنبرج يعني، حاجات بينتقدها كلاتنبرج. ولكن بغض النظر عن ده، خلينا على الاقل نضمن ان التجربه تكون محميه، بس يعني احمي التجربه بكل الطرق، وبعد ما تحميها تعال نقيمها كلنا، وتعال نشوف مين اتظلم السنه دي، ومين اتظلم تاني اكتر، ومين لعب الصبح ومين لعب بالليل، ونتناقش في كل الحاجات دي، بس بعد ما التجربه تتمتع بالحمايه الكافيه. في ظل كل هذه الامور، الكابتن عصام عبد الفتاح كان طلع علينا من اسبوع كده واتكلم برضو على فشل هذه التجربه، وانه التحكيم المصري في السنتين اللي فاتوا كان يعني في افضل حالاته، وفي مثل هذه الامور، والكلام اللي انت عارفه يعني. هو دور الكابتن عصام ان هو يطلع يساند ولا يطلع يقول ان هي فاشله؟ بص يا كابتن، هتكلم طبعا على كابتن عصام، بس هربط بحاجه بسيطه جدا. فضل. في اللي حصل النهارده. طب ليه النهارده الاجتماع ده حصل؟ حصل بسبب طبعا الازمات اللي فاتت بالنسبه للانديه، وكان طبعا في صدارتها النادي الاهلي، كان في النادي الاهلي كان معترض، ونادي الاسماعيلي في اخر مباراه كان اعترض بشده، وكان في يمكن ودي معلومه مؤكده كل انديه الدوري المصري الممتازه اعترضت على اخطاء التحكيم في الموسم ده. رابطة الأندية راحت لاتحاد الكورة، هو اتحاد الكورة هو اللي بيدير لجنة الحكام، فاحنا يا جماعة عاوزين نعرف
ايه الحلول اللي عندكم، ايه المشكله اللي عندكم في لجنه الحكام. انا اقول لك يا كابتن اللي حصل بالظبط على ترابيزه النهارده اتحاد الكوره. اتفضل. ثلاث حاجات اتكلموا فيها الرابطه مع مارك كلاتنبرج، ورد مارك كلاتنبرج كان مقنع جدا. اول حاجه خالص، احنا ليه الاخطاء بتاعه الحكام كتير، ورابطه الانديه كانت مجهزه بالفعل بعض الحالات واستعرضوها مع مارك كلاتنبرج ورد فيها. الراجل كان رده في القصه دي ان في بعض الحكام انا كنت سامع ان هم جاهزين وعندهم حالات وعندهم وبياخدوا ماتشات كبيره، ولكن خارجين بره حساباتي تماما لان هم مش هيقدروا يديروا مباريات كبيره. دي اول نقطه بالنسبه له. تاني نقطه سالوه طب ليه ما فيش حكام؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني كابتن في بعض الحكام اللي كانت واخده تقدر تقول اسماء؟ اقدر اقول اسماء خرجت بره حسابات كلاتنبرج بشكل كبير، يعني بشكل كبير قدامهم فرص بفلتر يعني بفلتر. في بعض الحكام يعني ده مش سر يعني، محمد الحنفي كابتن محمد معروف خارجين بره حساباته تماما، راجل مش مقتنع بمستواه من الفتره اللي فاتت. كابتن محمد الصباحي وخرجه كمان من القائمه الدوليه بتاعه الفار حتى، فالناس دي بره حساباته تماما. كابتن محمود عاشور برده بره حساباته. في ناس كتير جدا هو اتكلم عليها ان هي كانت بتاخد ماتشات كتير جدا وهي بره حساباته دلوقتي، لان يعني فنيا مش تقدر تدير مباريات. طيب بالنسبه بقى للوجوه الجديده النهارده الرابطه قالت احنا عاوزين نشوف حكام جديده، شرح لهم كده يا كابتن ازاي تجيب حكم صغير تخليه يحكم دوري ممتاز. الموضوع مش سهل تماما، ضغوط وفنيات ولعب ولازم ياخد مشاركات كتير جدا. اتحاد الكره راح راضد مع مارك وقال لهم، قالوا له طب انت ليه ما بتعملش معسكرات كتير؟ اتكلم هنا بقى على دور لجنه الحكام. قال لهم انا كنت جاي في الاول كخبير، انت خليتني رئيس. لما عصام عبد الفتاح طبعا وقتها هو كابتن عصام قال لك ايه؟ قال لك انا ما اشتغلش مع مارك كلاتنبرج فمشي. بعد كده ما عرفوش يجيبوا حد يشتغل في اللجنه، الناس كل شويه استقالات. طبعا النهارده شهدت اول مره يرجع كابتن محمد فاروق تاني بعد ما كان استقال ورجع تاني. كابتن ابو العيله برده النهارده بره الحسابات بالنسبه لمارك كلاتنبرج. لا بره الحسابات. امال مين اللي بينظم؟ بص يا كابتن الفترة اللي فاتت، الفترة اللي فاتت كان كابتن احمد ابو العيله. طيب ما هو ده اللي بنقوله. الفترة اللي جاية كلها هيبقى كابتن محمد فاروق وكابتن توفيق السيد، وده اللي رجع بيه كابتن فاروق ورجع كنائب لرئيس لمارك كلاتنبرج، لان مارك ممكن يكون بيسافر ففاروق هو اللي هيدير القصه دي. كمان النهارده اتكلموا في حته المباريات برده اللي فاتت، المباريات اللي جايه، المباريات الجايه هتكون حماسيه، هتكون كل نقطه الاداء هتتكلم بالظبط، وماتشات صعبه ومحتاجه من لجنه الحكام انها تطلع توضح وتطلع تدي عقوبات في الحكام وتطلع تتكلم. ودورك كمان انك مش بس تبقى زي ما احمد بيقول في اللقطات اللي هي الفيديوز والكلام ده كله. وراجل وعدهم بده، بس طلب حاجه واحده بس، ان هم يحموه اعلاميا. الدور النهارده بقى يا كابتن الموافقه تماما، والراجل اقتنع النهارده وخد التمام. مؤلم من مين؟ لا ما هو شايف ان هو يعني اسئلتك يا كابتن ممتازه، يعني هو شايف ان هو مش محمي من اتحاد الكوره، مش شايف انه متهيأ له كل حاجه من اتحاد الكوره. لا ما كانش اتحاد الكوره، هو يحميه اعلاميا من مين؟ لا في بعض في اعضاء اتحاد الكوره كابتن، اعضاء اتحاد الكوره هاجموه، هاجموه على الميديا، في انديه بتهاجمه بشكل علني. وانت قدمت ايه؟ والراجل كل حاجه بتوصل له. الانتقاد ما احنا بننتقد، لكن بس لا في ناس بتوصل لمرحله صعبه شويه. في ناس بتوصل لمرحله ان مارك كلاتنبرج موجه، مارك كلاتنبرج صعب انه يكون موجه، يعني ده راجل يعني حكم فاينل دوري ابطال اوروبا وراجل مش لا يعني بسبب من الانتماء مستحيل، يعني طرح ساذج قوي انك تقول ده منتمي لايه او انه جاي يعمل ايه. الفكره يا كابتن النهارده على نقوله كده بشكل رسمي ان انت اكيد اكيد مكمل نهايه الموسم، واي حاجه خرجت من الاتحاد الفتره اللي فاتت على قصه شرطك الجزائي او احنا بنفكر او الكلام ده، الكلام ده غير مطروح بالمره، وانت راجل مكمل معانا حتى لنهايه الموسم، وبعد نهايه الموسم نشوف التجربه كامله ونقدر نحكم عليها. طيب اذا هننتظر لنهايه الموسم، ده الكلام اللي طلع من الاتحاد. انت متاكد؟ لانه معلومه اكيد، معلومه راجل مكمل لنهايه الموسم، مارك كلاتنبرج مكمل لنهايه الموسم. بصراحة أنا أتمنى أن تكون التجربة، وأنا أتمنى كابتن التجربة تكمل للنهاية، لأن إحنا مش هنشوف أسوأ من التجارب السابقة الحقيقة. التجربة اللي فاتت كانت صعبة جدا يا كابتن، إحنا مش شفنا الفترة اللي فاتت دي كلها كان على كابتن عصام إنه يخرج حكام صغيرين، كان إنه يعد حكام، إن هو يكون عندنا حكم في كأس العالم. ما ينفعش يا كابتن حتى كأس العالم ده ما عندناش حكم، عندنا نجحنا في كل مشاكل كبيرة جدا يا كابتن، حتى كل البطولات الممكنة ما عندناش حكام. البطولة الوحيدة اللي كان عندنا حكام هو بطولة الصلاة، لكن البطولة الوحيدة اللي كان عندنا حكام فيها الدوري المصري. الدوري المصري وده يعني لانه صح. لكن انا اتفق معاك الحقيقه في موضوع كلاتنبرج ان هو ممكن يقعد لنهايه السنه، لو او لنهايه السنه دي تحديدا لو تم حمايته اعلاميه. بالظبط دي الحقيقه. وراجل طالب، راجل طالب، طلب هذا الامر، واحنا عارفين هو طلب تحديدا لما اهين بشكل شخصي وعائلته تدخلت في الامر ومثل هذه الامور، وبالتالي معروف انه يجب ان يكون هناك حمايه لاي رئيس لجنه حكام. لكن خلينا ننتقد، هننتقد
وهننتقد بمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام. واحنا كل اللي بنقوله ايه؟ انتقاد اساس اصلا. اذا كان انت كمارك كلاتنبرج بتنتقد، ما كلنا عارفين انه انتقد ميدو عبد الرازق بسبب انذار محمود متولي، كلنا عارفين انه انتقد حكامه في هو يا كابتن يعني ليه سيستم كده قبل اي جوله بيجمع حكام اللي هي بتاعت الجوله وبيعمل لهم زي ميتنج كده عن طريق طبعا الفيديو ويتكلم معاهم ان انتم محتاجين كذا محتاجين كذا محتاجين كذا. فكل الناس بتنتقد، اشمعنى الاعلام ينتقد؟ بس الاعلام ينتقد بشكل اكيد محترم، لان احنا عاوزين التجربه تكمل. الراجل يمكن يضيف الكره المصريه، انت برضو ما هيقتلوش من الاول انك تجيب معاه لجنه تكون كامله تقدر تهيئ له كل حاجه. نفسي اعرف ليه يا اخي، يعني انا دايما اجي اقول ايه، انا جيت اشتغلت في المجال فانا لازم انا اللي هجيب رئيس التحرير ورئيس التحرير هجيب معاه المعدين وبالتالي هيتم العرض على المذيع عشان المذيع يختار الناس والمصورين والبتاع، فبتختار كل حاجه. مجموعه عمل. لا هو مفيش رضا، العمل بتاعتك انت هتستريح معاه. مفيش رضا يا كابتن ابدا في اي يعني. هل بنجيب مدرب اجنبي؟ خلينا نتكلم على التدريب. هل اتحاد الكوره بيجيب مدرب اجنبي ويخليه يجيب الصف بتاعه كامل؟ لا بيحصل. مش بيجيب الصف كامل ولازم يبقى فيه 3 4 بيدخلوا له بقى 3 لازم 4. انا بقول لك ده لازم يكون موجود. لا لازم ما يبقاش يعني التيم ما يبقاش بتاعك 100% وترجع تاني. هو ايه المشكله؟ هما اتخانقوا مع بعض ليه؟ هو كذا. بص على كل المشاكل بالزبط. في كل الاجهزه الفنيه هتلاقيها من العناصر. ده مش بنعيب في نفسنا والله، بس على الاقل ندي التجربه كامله. انا بس هات جهاز مصري كامل ونسكت عادي، بس جهاز مصري كامل تسيبوش. انما انت حتى لما بتجيب جهاز مصري بتقول للمدرب ده انا هجيب لك فلان وعلان وتركان. اقول لك الحاجه، انا مش 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 هقول اسماء يعني. في الجهاز بتاع كابتن مستر كوبر كان دايما بتبقى مشاكل. جهاز اخر واحد كيروش كان دايما مشاكل. دايما بتسمع حتى دلوقتي ميكالي سامع مشاكل، حتى فيتوريا في الاول سمعت مشاكل مين العنصر اللي هيكون موجود. فده سلو بلا يعني سلو الموضوع سلو اتحادنا وكل حاجه سلو اتحادنا وكل حاجه، لكن اتحاد كورتنا قصدي عشان ما يبقاش اتحاد يعني اتحاد قوه، لكن الاتحاد كورتنا ان هو سلو ان هو يعمل كده. لكن في النهايه انا بشوف ان طريقه شغل محمد جمال معايا كرئيس لجنه حكام ما تنفعنيش. صح. فبقول انا مش عايز محمد بالظبط. بتفرض عليا محمد جمال ليه؟ طب ما انا عايز احمد مجدي، جبت احمد مجدي خلاص ما تخليني احمد مجدي. خصوصا لو لو دايره الانتفاع قريبه يعني، معلش مع احترامي الشديد، في اطماع واضحه يعني بغض النظر. وجود الراجل ده هيسبب مشاكل لبعض الاسماء، وانا ما اروحش اجيب نفس الاسماء دي اقول له تعالوا تعاونوا مع الراجل. بالظبط. دي ازمه كبيره، دي ازمه غريبه جدا بغض النظر يعني. مشي الراجل وخد الناس دي يبقى الازمه دي اصلا. الناس دي موجوده في اللجان بقالها سنين، طب اضافت ايه؟ هو برضو انا من حقي، انا راجل صحفي، عايز اعرف انت اضفت ايه للكره المصريه، للتحكيم المصري، منظومه التحكيم، عشان تفضل موجود في كل اللجان؟ هل ما عندناش كوادر جديده او تشرف او تفضل مشرف على اللجان على طول حتى وانت عضو مجلس اداره اتحاد كوره؟ يا راجل هو في كده؟ هم نفس الاسماء، كل حاجه كلها على اسماء وعلى دماغنا، وناس محترمه جدا وفوق الوصف وكل حاجه، ولكن ماذا افادت الكره المصريه؟ صح. هذه الاسماء او كيف افادت الكره المصريه خلال من التحكيم يعني من ناحيه التحكيم؟ يا كابتن انا مبسوط من معلومه جات لي يعني. اتفضل. الرابطه حابه ان هي طبعا هي مش مالهاش الحق انها تبقى بتدير لجنه حكام، لجنه حكام بيديرها اتحاد الكره المصري، بس الرابطه يعني عاوزه يحصل تواصل عشان الرابطه هي اللي بيجي لها كل حاجه من الانديه، الانديه بتبقى عند اتحاد الكوره. فكل شويه الرابطه ابرز مشكله بتواجهها التحكيم. تحكيم طبعا. كل شويه شكوى من الحكم، كل شويه شكوى في حاله، اخرهم الاسماعيلي طالب اعاده مباراه. طب احنا لو بدنا نعيد مباراه بكل الاخطاء هتبقى مشكله كبيره جدا في الدوري، صح ولا انا غلطان؟ صح. فالرابطه خلاص كان لازم تتدخل، الراجل طلبوا معاه قعده، قبل كده قعدوا معاه قعده. المشكله مش في الراجل، المشكله في تهيئه شغل الراجل. صحيح. هم الفتره دي بقى وقعدوا الراجل قالوا له اختار لجنتك، حط لجنه تعيينات هو اللي حطها، لجنه تقدر كمان تتمنى ان يكون هناك عداله في خلي بالك، ما هي دي البدايه، خلي بالك يا احمد، هي دي البدايه. العداله في التعيينات هي بدايه النجاح. خلال الفترة القادمة بالظبط. يعني انا كنت لسه بتكلم مثلا انا وجيمي قبل الهوا على ان النهارده مثلا في حاجات تقديرية في ماتش الزمالك وبيراميدز، بس انا وهو متفقين مثلا ان كابتن محمود البنا برافو عليك حسن النية في الموضوع. لا مش انت هو بس على فكرة، انا قلت كده في بداية الكلام. يعني هناك فلما اطلع انتقد واتكلم هقول ايه؟ الكابتن محمود البنا اخطأ في كذا. صح. ليه؟ لان حتى لو انت بتجيب حكم مصري، حتى لو احنا منتقدين مثلا ان بيراميدز اصر على حكم اجنبي لماتش الاهلي بس خلينا نتكلم في ده، ولكن حتى لو الخطأ دوت ضد يعني اقوى منافسيك التاريخيين اللي هو نادي الزمالك، حتى لو كل ده حصل هنطلع نقول ايه؟ كابتن محمود البنا اخطا في كذا، ولكن ما تسيبليش قرار مثلا قرار تعيين كابتن وليد عبد الرازق مثلا. القرار غريب يعني، القرار غريب أنا جدا. انا لسه كنت بتكلم مع كابتن عادل تعيين، قلت له ايه؟ ان التوقيتات بالظبط هي اللي فيها مشكله. توقيتات تعيينات يعني كابتن وليد ممكن يكون حكم كويس بس ما حكمش كابتن ماتش قبل كده. طيب ما هو ده اللي انا بقوله، ما هو توقيت تعيينه في مثل هذا الوقت. طيب كابتن سيد شعبان حكم الفار بكره، كي توقيت تعيينه في هذا الوقت بعد مباراه فيوتشر وعدم احتسابه لركلتي جزاء واضحين وضوح الشمس. الكل طب اقول لك مفاجاه يا كابتن، الكل
اجمع على انهم ركلات جزاء. طب اقول لك مفاجاه، اتفضل. ما كانش وليد عبد الرازق اللي هيحكم مباراه الاهلي والمصري، ما كانش هو الحكم، كان في تفكير في اللجنه يا اما كابتن نادر قمر الدوله يا الغندور. تمام، احمد الغندور. كان دي في الفكره في التعيينات. بس طبعا الصبح مارك ادى الوليد، هو عايز وجوه جديد، قالوا له بقاله سنين في الدوري المصري ما بيدرش، هو شايف وليد بيتمرن كويس. لكن طبعا انا بالنسبه لي كابتن وليد عمل مشكله كبيره جدا، يعني بالنسبه لي مش مشكلتي في انذار على فكره، انا مشكلتي في ان انت لا حبيبي مشكلتي في الانذار. لا متسرع جدا يا كابتن. لا ما هو تسرع. لا 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 مش تسرع، بالعكس الاختيار. هو من سوء حظه ان الناس اتكلمت، ومن سوء حظه ان الكاميرا كانت مصوره، يعني موضوع ان الكاميرا تصور. انا بتكلم معاك، غريبه جدا بصراحه. فاحمد مجدي داخل تديله انا الانذار. بتكلم معاك انت. أيوة. اروح اضرب امسك في محمد مجدي؟ صعبه جدا. لا وبعد ثانيه ان شاء الله. بص بقى مارك عمل ايه، بص مارك كلاتنبرج عمل ايه معاه. مارك كلاتنبرج عمل معاه في الزوم ميتنج، ساله سؤالين. اولا ما ينفعش القرارات بالشكل ده، ثانيا ما ينفعش يكون بالعصبيه دي. صحيح، دي نقطه مهمه جدا. صحيح. ما ينفعش لعيب الكوره، حضرتك لعيب كوره تتفق معايا، ما ينفعش انت كلاعب كوره تشوف الحكم بيزعق. والله اقسم بالله كان مره كابتن محمد فاروق، مره بنلعب اهلي وحرس حدود، انا كنت بلعب في حرس الحدود، فرايح اتكلم معاه. انا كنت عملت فاول يستحق الانذار والطرد، كان الانذار الثاني. قام جاي لي قال لي اسلام انا هطلع لك الكارت الاصفر الثاني وهديك الاحمر عشان ده لازم. قلت له تمام يا كابتن، بمنتهى الهدوء وكل حاجه، قمت واخد نفسي وماشي طالع. خلاص الموضوع، انت راجل بمنتهى الهدوء، وقبل ما يطلع خلي بالك قال لي كده يا كابتن بمنتهى الهدوء، ولكن كانت علاقه جيده. ولعيب انت عارف ان عنده انذار، ولعيب عارف ان المباراه جايه اهلي وزمالك. صحيح، وانت بتحط نفسك برضه في ضغط بصراحه. ايوه هو اللغط ولقط عليه على استفهام، وانا بقول لك اللقطه دي هو هيدفع اكيد ثمن ليها، لانه هياخد اكيد ايقاف وهياخد عقوبه، مش هيبقى موجود في الاسابيع اللي جايه. فانت بعدت نفسك تاني بعد ما الراجل كان بيفكر فيك وانه يدفع بيك في الماتشات. انت في تاريخك كله ما حكمتش غير ماتشين قليلين للزمالك ولا مباراه للاهلي، يعني انت تاريخك دايما اي حكم بيقاس تاريخه بالاهلي والزمالك. صحيح، حكم ماتشات اهلي كتير، حكم ماتشات ليه كلنا نفتكر كابتن سمير عثمان وكابتن فاروق، لان هم حكموا اغلب مباريات النادي الاهلي او مباريات النادي الزمالك. لكن قصه ان انت تبعد ده بشكل كبير. هو دلوقتي لو حضرتك بتتخانق معايا وانا ضحكت في وشك كده وقلت لك ايه؟ قلت لك كابتن خلاص، كابتن حمدي خلاص يا كابتن، الماتش انتهى وهنشوف اللقطات دي بعد الماتش وبتاع، ما يعني مفيش مشكله يعني، ونبقى انا شايفها كده دلوقتي الموضوع انتهى. هو حمدي فتحي كان هيعمل ايه؟ كان عادي يعني، وما كانش هيبقى جاي محمود متولي، كان هيبقى يلاقي الراجل مبتسم وبتاع، في حاجه مبتسم لك بالظبط، كانت هتبقى الدنيا لطيفة. هو الموضوع كان هيبقى اكثر منطقيه لو كان ادى حد من اللي مثلا اللي اعترضوا قبل محمود متولي شويه مثلا، ان الانذار ده كان لحمدي فتحي مثلا، فاحنا نطلع ننتقد انتقاد تاني. انه انت ليه كنت عصبي مع حمدي فتحي؟ انما انت ليه بتعمل ده مع محمود متولي؟ لسه واصل حالا، يعني لسه واصل حالا ده لسه ما لحقش يتكلم. فانت كتبت في تقريرك مثلا ان في لفظ خارج، قول لنا كتبت في تقريرك ان في حاجه، انما مفيش حاجه خالص. كله بيقولوا له ايه؟ بيقولوا ليه يعني ليه خلاص؟ هو ليه؟ بس هو ليه؟ هو محمود متولي من الشخصيات كمان بعيده بقى عن كره القدم، محترم جدا. انا بقول لك صوته مش عالي اساسا. حتى لما بتحصل حاجه ايقافات اللي هي الايقافات التحكيم اللي بتبقى محتاجه تفسيرات دي، مثلا في الليجا، مثلا في الليجا لازم يطلع لكل المواقع الكبيره نشرات بتقرير الحكم، نشرات تقرير الحكم كتب فيه ايه في اللفظ. يعني بيكي المره اللي فاتت دي كتبوا تفصيليا الشتيمه كلها اللي بيكي قالها كلها، علشان ما حدش من بتوع برشلونه يطلع يتكلم نص كلمه. اوكي، بيكي قال كذا وكذا وكذا بين الشوطين، وبعد الماتش قال كذا وكذا وكذا وكذا. الراجل حب يطبق يعني نص الكلام، وهيعتزل، وبكده اخر ماتش في حياته، بكده كان اخر ماتش في حياته. قال لك وهيعتزل بعد الماتش، فالنادي ملزم بغرامه قدرها كذا. لان خلاص، لان هو المفروض يتوقف اربع ماتشات وفق اللائحه، لانه تناول الحكم بالفاظ كذا كذا كذا، النادي مطالب بغرامه. لو ما كانش بيكي اعتزل بعد الماتش دوت كانت وقف وخلاص. كل الروايه خلصت لما ليفاندوفسكي عمل حركه برده للحكم، ايا كان الشكل الحكم كتب والتقرير طلع. هل من الممكن ان يحدث ذلك؟ نتمنى. هل ممكن نشوف كده خلال الفتره اللي جايه؟ وطبقها على الاهلي يا اخي الاول، ايه راي حضراتكم؟ ايوه طبقوها على الاهلي الاول، مفيش مشكله، لان الاهلي انا متاكد انه كل لاعيبته دائما زي ما حضراتكم شايفين. وايه اللي حصل؟ ما احنا شفنا، جبت امبارح لقطات لمانشستر يونايتد، مش لقطات، صور يعني لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في هذه المباراة الكبيرة جدا والديربي القوي جدا، والناس ثمان لاعبين واقفين حوالين الحكم، مفيش أي مشكلة، والحكم بيتكلم معاهم وبيتكلم ومفيش أي مشكلة خالص. بالزبط. وبالتالي ده طبيعي إن احنا بنشوفه. أتمنى أن يكون هناك عدالة بكرة في المباراة. خلينا نطلع نشوف فيديو جراف عن مشوار النادي الأهلي في كأس مصر، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى.
طيب ده كان مشوار النادي الاهلي في كاس مصر، مشوار جيد، لكن مباراه بكره صعبه ومباراه تانية في خلال شهر مع فريق محترم عنده مدير فني محترم وعنده لاعبين حسام حسن وزياد طارق راحوا لهم اعاره. بص يا كابتن، اكيد مباراه بكره صعبه جدا. النادي الاهلي عنده دلوقتي خلاص رغبه بشكل كبير قوي ان هو يفوز بلقب كاس مصر، يعني خلاص الطرف الاول اتحدد في المباراه النهائيه فريق بيراميدز. النادي الاهلي حابب ان هو بقى يتوج بلقب الكاس ويكون اول بطوله طبعا السنه دي ان هو يتوج بيها الكاس القديم طبعا. فبتاتي طبعا صعوبه المباراه يا كابتن من سموحه. انا بشوف ان فرقه سموحه من الفرق كده اللي بلغه الكوره يعني رخمه شويه، اللي هو بتقف ورا بشكل كبير جدا، دفاعيه بشكل كبير قوي. يمكن في مباراه الدوري انا ما كنتش مبسوط بصراحه مباراه الدوري، مباراه الدوري الحكم سمح بشكل كبير قوي ان المباراه تتوقف وتتعطل. كابتن هاني سليمان بشوف صور كده على الفيسبوك، اتمنى انه ما يكونش هو اللي بيحطها، القصه تضييع الوقت بالنسبه له. انا بشوف ان الموضوع ده مش صح وموضوع مش ايجابي بالنسبه لاي لعيب كوره في العالم انه يفضل يضيع في وقت بالشكل الغريب. لا اصل لو برده في حكم بيحسب على اخر البروتوكول لحد الاخر احسب لي زي ما حصل في كاس العالم كده، ماتش بيطلع 20 دقيقه وخمس دقايق. حد قال لي قبل كده ده بقى في بروتوكول الدوري دلوقتي خلاص، يعني ما بقاش اختياري للحكم، يعني بقت مراجعه الفار دي. عارف حد قال لي اقتراح ايه؟ ان واحد يقعد حكم خامس، حكم خامس او ما يعملش حاجه، ما يعملش حاجه، يحدد بس التوقيتات الوقت الضايع. كابتن هتشوف عندنا ارقام خرافيه، لانه ما خرافيه ليه؟ لانه واحد زي كابتن هاني سليمان 14 دقيقه الماتش بيضيع. كابتن مباراه سموحه الاهلي الاسبوع الاخيره لعبنا الاهلي لعب 35 دقيقه فعليا في المباراه. 35 دقيقه من 90 ده رقم كارثي. يعني انت بتتكلم ككوره ازاي في مباراه الاهلي وسموحه اللي فاتت تقول الاهلي اتعادل ولا الاهلي حصل له مشكله فنيا وهو ما لعبش اصلا بسبب وقف الكوره بشكل كبير جدا. ولكن نتمنى ان بكره المباراه تكون شكلها مختلف، ولكن اكيد مباراه سموحه بكره سموحه هتنزل مقفله الملعب. الاهلي لازم من بدايه المباراه لو عاوز ان هو يتاهل بشكل اسرع وبشكل هو الافضل ان هو يخطف المباراه مبكرا. الاهلي عنده القدره ان هو يضغط على خط دفاع سموحه بشكل كبير جدا. سموحه زي ما هو بيعرف يقف ورا دفاعيا، سموحه عنده مشاكل كبيره قوي، مشاكل بالنسبه حتى للجهاز الفني. الجهاز الفني مش عارف هو مكمل ولا لا. تخيل انت مدير فني ورئيس النادي مش عاوزك، فالموضوع بيبقى صعب. وبعدين بيتم الاعلان عن كده يعني رسمي بشكل كبير جدا. وكمان كابتن طارق شفته بعد مباراه طلائع الجيش بيتكلم ومنفعل قوي بعد كل جول حسام حسن. ولكن بكره في دوافع برده عند بعض لاعبين سموحه، اتوقع ان حسام هو اللي هيشارك بشكل اساسي. حسام هيكون عنده دوافع كبيره قوي ان هو يكون ظاهر بشكل كويس قدام النادي الاهلي. برده في نفس توقيت النادي الاهلي لعيبته الفتره اللي فاتت جاهزه، شوف ان الدوافع برضو بالنسبه لهم عاليه شويه. بشوف ان التعادل المصري مش التعادل يا كابتن اللي هينزل الدوافع بشكل كبير، كان عملوا مباراتين مميزين، دي بطوله ودي بطوله قدام بيراميدز بشكل كويس، وبعد كده قدام انبي. بكره برضو ممكن نشوف الصفقات الجديده للنادي الاهلي، هتشوف ممكن كريستو، ممكن نشوف كهربا بكره في بعض دقائق المباراه بعد قرار اتحاد الكره النهارده بحقيقه طبعا المشاركه. فعندك بعض الحلول بكره انك تقدر تجرب وتشارك، بس المباراه لابد انها تخلص في اول نص ساعه او اول حتى في الشوط الاولاني يخلص، لان انت سموحه لو اديتها الوقت طول ما هي بتاخد الوقت وما هتبتدي تاخد ثقه وبتضيع وقت، هيفضلوا يضيعوا وقت ويفضل الموضوع واقف، مش هيبقى في خطه بتتبني. هم عندهم اثنين بس سرعات، ممكن صديق جولا ويلعب كمان بحسين فيصل ان هم يقدروا يلعبوا بشكل كويس، وعندهم لعيب كده جناح اسمه مكرونه لعيب كويس او لعيب مهاري محمد مكرونه. ولكن خط دفاع سموحه النادي الاهلي يقدر ان هو يسجل فيه بشكل قوي يعني. طيب فيديو جراف عن مشوار نادي سموحه ونرجع نكمل. هل من الممكن يا مجدي ان احنا نرى تغيير في طريقه سموحه خلال المباراه بكره؟ يعني ما اعتقدش تغيير جذري اللي هو تقول مثلا الكابتن طارق ينزل يهاجم الاهلي يعني، بس هنقدر نقول انه الكابتن طارق دلوقتي توفر على اسلحه هجوميه جيده جدا. اوكي، يعني احنا بنتكلم على حسام، ولو دفع بزياد طارق الله اعلم يعني هيبدا اساسي. زياد طارق عليه مشكله يعني لسه هو بيقول له بس على فكره انا بشوف الكابتن طارق مش من هذه النوعيه، مش من نوعيه المدربين. يعني انا بستغرب جدا الكلام اللي، لكن ما اعرفش ممكن ايه اللي يحصل، لكن هو لو شايف ان زياد طارق لعيب كويس هيلعبه. لا يعني اكيد، بس وزياد الحقيقه لعيب جامد جدا. الموضوع انت
لا لا ما يعني اصل ما فيش مدرب ما تزعلش منه. هيلاقي عنده لعيب ممكن يكسبه. هيلاقي عنده لعيب ممكن يكسبه وما يلعبوش مهما كان اللعيب. في الاخر هو في الاخر مين اللي مش المدرب هيتقال مدرب كسب. لكن المدرب هيتقال ان المدرب هو اللي كسب. وهو يهمه ان هو يكسب الاهلي بكره عشان يصل للمباراه النهائيه بزياد بحسام باحمد مجدي بمحمد جمال باسلام باي حد. لانه في الاخر هيقول ان انا اللي عملته. بالتالي ده لازم يدي دوافع كبيره جدا عند سموحه وعند النادي الاهلي برضه. خلي بالك لانه الناس مستسهله. لا الماتش مش سهل. لا الماتش مش سهل. الماتش مش سهل نهائي. وانا يعني بغض النظر عن خبره كابتن طارق العشري فانا بقول لك فرقه سموحه عندها اسلحه كتير قويه في الملعب. مظبوط. يعني حتى نص الملعب استامنة عاليه جدا بدنيا. برافو عليك. وانت مش قادر. عندهم دودو دوكو. صغير 18 سنه في نص الملعب ولعيب كويس قوي من بينيه. لعيب ممتاز جدا. وخط الدفاع وبيلعب بشريف رضا وحكم شبانة بكره كمان. شبانة لو موجود فثلاثه خط دفاع محترمين جدا جدا يا كابتن. اكتر من حل عند كابتن طارق العشري على مستوى الهجوم. حسام حسن انا سعيد جدا بالمستوى اللي قدمه الفتره اللي فاتت والجونين اللي سجلهم. وبيلاقي نفسه في سموحه لانه لما بيبقى زي ما بيتقال ايه المين مان يعني اللي هو لما بيبقى الرجل اللي الخطه كلها قايمه عليه فعلا حسام بيلاقي نفسه. ولكن لما في الاهلي كان عنده مشاكل شويه ان في اكتر من سلاح. بص انا ما تزعلش مني انا في الحاجات اللي زي دي بحب ابقى واضح. انا في النهايه يهمني او انا بشوف ان لاعب النادي الاهلي الضغوط اللي موجوده عليه اكتر من اي لاعب اخر. 100% طبعا. معناها ايه؟ ده احنا شفناه في الملعب. انا ده عشان بقول لك انا شفته بقى في الملعب وحواليه الجمهور. فانت بتشوف. لكن في الشارع بلاش الجمهور بقى اللي في الملعب في الشارع. حياتك اليوميه. حياتك اليوميه. انت نازل من العماره بواب العماره. انت نازل من عديت العماره دخلت ركبت تاكسي التاكسي دخلت تحلق الحلاق دخلت تروح تجيب اكل الناس دخلت قعدت في اي اكبر فندق في مصر. كل اللي قاعدين في اكبر فندق في مصر معظمهم اهلاويه. فبالتالي انت عندك كل الناس حطاك تحت الميكروسكوب. حطاك تحت الميكروسكوب وتحت الضغط. فاهم بالظبط. هي انا بشوف ان هي تحمل ضغوط. يمكن تكون التجربه مفيده بالنسبه لحسام الاعاره دي ويرجع الاهلي يعني على الاقل يبقى متوقع الضغط. يعني ممكن صحيح. انت لما ترجع تتوقع الضغط تاني يبقى عندك فكره هتقاومه ازاي. احمد يبقى هو عنده الهدف دلوقتي ان هو يرجع تاني النادي الاهلي. يبقى عنده الهدف ان هو يرجع مهاجم النادي الاهلي. لان برضو خلينا متفقين اللعيب عليه دور كبير قوي قوي انه يلعب في النادي الاهلي. صحيح. اي لعيب في النادي الاهلي محتاج يمشي على نظام معين ان هو بيلعب في النادي الاهلي. ان هو بيحارب عشان يلعب في النادي الاهلي. صحيح. بيحارب على مركز اساسي في النادي الاهلي. لكن قصه انا مثلا مش من الناس اللي بتحب ان لعيب النادي الاهلي يبقى بيفكر دايما انا ما بلعبش انا مظلوم. القصه دي انت لو في الملعب بتادي هتلعب وهتشارك. فانا بشوف ان حسام لازم دلوقتي يكون بيفكر من الست شهور دول يرجعوه تاني يشارك مع النادي الاهلي بشكل اساسي. انت لو هداف الدوري مع نادي سموحه هل تفتكر لما ترجع النادي الاهلي الجمهور اللي هو اكيد عاوزك تبقى موجود اكيد الجهاز الفني هيبقى عايزك موجود لعيبه حتى حواليك هتبقى فرحانه ان انت موجود معاهم وادائك بشكل مميز. ف حسام اكيد عليه دور كبير وزياد كمان عليه دور كبير. زياد طبعا. لازم لعيب صغير لازم يحصل كلام معاه ولازم كابتن طارق يلم الموضوع ويحتويه كمان. انا بقول لك كابتن طارق العشري دي مش اسلوبه. اللي انا اعرفه كده هو لو هيلاقي زياد وانا شايف ان زياد لعيب جامد جدا جدا يستطيع ان يستفيد منه. سموحه المشكله كابتن انها تصريحات اعلاميه. ما ينفعش برضه لعيب يسمع من مدربه. صحيح. ان هو ما كانش عنده رغبه فيه. وما ينفعش يسمع من رئيس النادي انه ما كانش عنده المدرب ما كانش عنده رغبه فيه وانا جبته برضه. بس خلي بالك هو كابتن طارق ما اتكلمش في هذا الامر. هو اللي اتكلم المهندس فرج هو اللي طلع وقال. ايوه بس هو مشتبك في الموضوع. يعني ايا كان مشتبك في الموضوع غصب عنه يعني لانه مدرب الفريق. لانه المدرب الفريق فايا كان الدنيا. حتى كابتن طارق مرد على القصه دي قال لك انا عندي بس لاعبين كتير في المركز دوت وبفكر ومش بفكر. لا محتاج انك تقول الكلام اللي احنا بنقوله ده كله. خلي بالك يجب ان يكون هناك من جانب النادي الاهلي او من جانب لعيبه النادي الاهلي يعرفوا ان بكره كل ده انا بقوله ليه؟ علشان بكره. صح. عشان كل هؤلاء اللاعبين لعيبه حسام زياد صديق ابولا دودو حسين فيصل بقيه اللاعبين هاني سليمان كل اللعيبه هيبقى عندها رغبه كبيره جدا 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 في الفوز على النادي الاهلي. صح. بكره. وبالتالي لعيبه النادي الاهلي بكره عندها مباراه في غايه الصعوبه وفي غايه الاهميه وفي غايه القوه. بالظبط. وتزيد صعوبتها لو ما سجلتش انت في الشوط الاول. يعني الشوط الاول لازم النتيجه تطلع ايجابيه ليك ولازم بعدين تبدا. يعني احنا كنا حذرنا قبل ماتش المصري من انك انت تخلي الوقت يمشي غير الوقت يمشي ان المدرب الثاني يفرض ريتمه عليك. صحيح. للاسف ده حصل في ماتش المصري واهدار الفرص اللي كانت في المتناول طول الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني
دخله هو في الجيم اكتر منك، وده يحسب لكابتن حسام طبعا ويحسب بكل الطرق يعني، عشان بس ما نغفلش حق كابتن حسام، ما نقولش بس ان الاهلي يعني هو التسبب في النتيجه دي، ولكن ما تسيبش، ما ينفعش تسيب المدرب اللي قدامك هو اللي يتحكم في الجيم. مشوار المدير الفني لكل فريق مارسيل كولر وطارق العش يا محمد. كابتن مارسيل كولر لعب 17 مباراه مع النادي الاهلي، فاز في 12 مباراه، تعادل في 5 مباريات وهزم، يعني ما فيش هزيمه لمارسيل كولر مع النادي الاهلي، سجل 29 جول ودخل في مرمى 6 اهداف وشباكه نظيفه 11 طبعا مره. لكن كابتن طارق العشري لعب 13 مباراه مع نادي سموحه، فاز في مباراتين، تعادل وكمان كابتن مباراتين منهم اخر مباراه مع طلائع الجيش، وتعادل في 7 مباريات، هزم في 4 مباريات، ليه 6 اهداف بس، وده رقم يبين لك قد ايه ان كان يعني، تخيل 4 اهداف بس طول الموسم من غير حسام حسن، من غير هدفين طلائع الجيش. صحيح. وعليه 11 هدف وشباكه نظيفه 6 اهداف، برده كابتن مش عليه كتير في ظل النتائج السلبيه دي، لانه لعب بالظبط 8 ماتشات في الفتره ما بين قبل ماتش طلائع الجيش، في الفتره بين ديسمبر وايه يعني شهر نوفمبر وديسمبر، لعب 8 ماتشات، عمل فيهم 5 تعادل منهم تعادلات سلبيه كتير جدا و3 خسائر. طيب لو في بقى مقارنه ما بين محمد الشناوي والهاني سليمان يا مجدي. يعني الاثنين شاركوا في كل المباريات بتاعت الفريقين بواقع 13 ماتش. محمد الشناوي اهتز شباكه 5 مرات بس من اول الموسم، وهو صاحب المعدل الاعلى في الشباك النظيفه بثمان مرات للشباك النظيفه، اتصدى ل 28 كره من اصل 33 محققه عليه، هاني سليمان 14 من اصل 24. اتصدر محمد الشناوي لركله جزاء من واقع ركلتين اتصوبوا عليه، هاني سليمان ما اتصداش للركله الوحيده اللي اتصوبت عليه. اعتقد محمد الشناوي بيقدم موسم هادي منضبط جيد، ولكن الهاني سليمان هو الشخص اللي عنده دوافع كبيره جدا على الاقل انه يرد على الانتقادات اللي توجهت له بعد ماتش. على فكره يا شباب انتوا نسيتوا حاجه في الاوقات الجدول ده. الوقت الضايع، عدد الدقائق الضايعه. انتوا نسيتوا حاجه في الوقت ده يا شباب، بعد كده انتوا بتحطوها في اي محسومه، مش محتاجه مقارنه. ازاي يعني ايه مش محتاجه مقارنه؟ مش محتاجه مقارنه يعني لازم كانوا يحطوا الوقت الضايع اللي ضيعه سليمان ياخد فيها البالون دور. كابتن وانا كنت غريبك هو شايف الموضوع ده مين، ونعرضها على كابتن طارق مجدي وكابتن سيد شعبان. من الاول كده من الاول كده عشان يبقوا واخدين بالهم وعارفين. بعد قبل كاس العالم اللي فات يا كابتن كان الاجتماع بتاع بيرلويجي كلينا مع روابط الحكام كلها في العالم، موضوع احتساب الوقت بدل الضايع ما بقاش تقديري. نتمنى من كل الناس اللي مسؤول عن التحكيم في مصر يعرفوا ان ده ما بقاش تقديري. ايوه صدقوني ما بقاش تقديري، وكاس العالم كان اول تجربه ليه، وكنا بنشوف ماتشات تبدولك 0-0 وضايع منها 15 دقيقه بيتلعبوا ال 15 دقيقه، وبيتلعب الشوط الاول اخر اللي كان دقيقه ودقيقتين، واحيانا ما بيتحسبش اكسترا تايم، بيلعبوا 10 دقائق في شوط واحد عادي خالص. فالظاهره دي هتختفي تماما من العالم، نرجو انها ما تستمرش في مصر بس، يعني نرجو ان مصر ما تبقاش البلد الاخيره اللي تنتهي فيها ظاهره تضييع الوقت. يا رب ان شاء الله، زي ما قلت لحضرتك اتمنى ان يظهر من بكره. يعني حتى شمال افريقيا بطلوا يعني المدرسه دي انتهت خالص في شمال افريقيا. انتهت لكن يعني احنا بكره مره ثانيه في مباراه الاهلي وسموحه في الدوري العام المصري في الدور الاول، كابتن سيد شعبان وكابتن طارق مجدي بعد اذن حضراتكم، الكابتن هاني سليمان حارس مرمى نادي سموحه مسك الكوره 16 ثانيه. عايز حضراتكم بس تبقوا واخدين بالكم بكره من هذا الامر، اتمنى ان الامر ده وتضييع الوقت بشكل عام يعني، وفي النهايه انا اتمنى ان يكون بكره هناك عداله تحكيميه، لانه انا اللي يهمني ايه؟ ان لو عداله تحكيميه فنيا ان شاء الله الاهلي يبقى افضل، ولكن من الناحيه الفنيه ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب الله. لان النادي الاهلي على الرغم من كل الكلام اللي احنا عمالين نتكلم فيه ده، ولكن يظل دائما النادي الاهلي هو الافضل والاحسن، هو دايما عايز بطوله، عايز بطوله دايما، هو اللي عايز البطوله، هو اللي عنده الدافع الاساسي ان انا عايز بطوله، وما دون ذلك مشكله. هذا هو كابتن في حته الوقت الضايع، في تفكير في رابطه الانديه، وهنرجع اكيد للكلام ده تاني، الرابطه بتدرس فعلا ان الموضوع ده من الموسم الجديد يتم تطبيقه. اوكي. بشكل ايه او اليه ايه لسه ما تمش الاستقرار عليه. الموسم الجديد؟ الموسم الجديد. ولكن الفكره دلوقتي في القصه دي الموضوع الوقت دوت، لان فعلا الوقت الضايع بقالي الاول. انا بس مش فاهم، هل ممكن يبقى فيها مشكله لو تم وضع حكم اتعملت قبل كده كابتن في مصر؟ ونجيب عارف اللي هو ستوب واتش ويقعد ويكتب. بالظبط. ويكتب. انت احنا بنعمل على فكره، احنا بنعمل كده. او يعني بتتعمل بالطريقه السهله، بتتعمل كده.
بالظبط، وهتحقق عداله كابتن كبيره جدا في الدوري المصري. صحيح. يعني انا لما النادي الاهلي ينزل يلعب مباراه ويلعب 90 دقيقه 90 دقيقه، النادي الاهلي يقدر يتفوق فنيا بشكل كبير جدا، والعداله دي مش هتبقى ليك لوحدك، العداله دي هتبقى لكل الانديه. انا مش بطالب بقى الاهلي، ما ينفعش ان لعيب كوره يضيع اكتر من بالطريقه الساذجه دي، وما ينفعش ان لعيب الكوره يكون معترف بكده وما نشوفش قرار من لجنه الحكام، ما نشوفش قرار من اتحاد الكوره. صحيح. ما ينفعش ان لعيب يطلع يعتذر عن وقت ضايع، ما ينفعش ان لعيب يطلع ينشر على صفحاته على التواصل الاجتماعي ان هو بيضيع وقت وان بكره هضيع وقت، ما ينفعش الكلام ده. لازم يكون في رد اتحاد الكوره يكون موضوع حاسم، كلنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه وعارفين ان اي لعيب بيكتب اي كلمه تخص المباراه او تخص الدوري بتكون ليها حساب، لانك انت لعيب مسؤول في فرقتك ولعيب اساسي في فرقتك، فما ينفعش ان انت بكره نلاقي المباراه بدل 90 دقيقه نلعب 30 دقيقه ونلعب 35 دقيقه في ضياع وقت، هيبقى الموضوع صعب جدا. هيبقى الموضوع صعب جدا، وبالتالي خلينا ننتظر. ودينا قلنا كل اللي بكره ممكن يحصل، قلنا حكينا لحضراتكم ايه اللي هيحصل، امسك الكره واقع بيها وامشي من اول الجون لغايه اخر الجون، و10 ثواني في 12 ثانيه في 13 ثانيه في 20 ثانيه. كل ما نريده هو العداله التحكيميه، وبعد كده اللي فنيا افضل ان شاء الله يكون النادي الاهلي هو اللي يستطيع ان يفوز من خلال المباراه. انا بشكرك جدا يا محمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. بشكرك جدا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره في تمام الساعه الرابعه تلتقوا مع الاستوديو التحليلي لقناه النادي الاهلي لمباراه النادي الاهلي ونادي سموحه قبل المباراه بساعتين، لنقل كواليس كل ما يحدث قبل بدايه مباراه الاهلي وسموحه غدا ان شاء الله، هتبقى في تمام الساعه السادسه. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي ان يفوز ويصعد للمباراه النهائيه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا نلتقي وحلقه جديده من البيت الكبير.